معسكر الحمد لله ماشي كويس بخطوة كويسة، اللعبة كلها مركزة، بنتمرن تمرينتين في اليوم، فإن شاء الله اللعبة مركزة يعني، وبإذن الله بالتوفيق طبعا الفترة القادمة، والمعسكر ماشي كويس بخطوة كويسة يعني. هي كل مرحلة مرحلتها طبعا، بس احنا بنشتغل كويس، ده ديك شايف احنا بنشتغل ازاي، وتمرين قوي وبنشتغل فترتين في اليوم، فطبيعي ان ان شاء الله. هو برضو يعني الفترة لما بتبقى الماتش لما بيجي وقته، فاحنا طبعا طبيعي احنا بنتكلم قبلها بيومين مع بعض، فدلوقتي تركيزنا كله في المعسكر، نشتغل كويس ونشتغل بخطوة كويسة، وان شاء الله في اول ماتش باذن الله قبلها بيومين طبعا بنتكلم مع بعض على طول باستمرار، واللعبة كلها مركزة طبعا في المعسكر وكله بيشتغل كويس يعني. طبعا اصعب حاجة بطولة افريقيا، بطولة افريقيا هي المؤثرة طبعا، بطولة الدوري ده الطبيعي بتاع نادي الاهلي، احنا كنا جايين من تحت واللعبة كلها ركزت، ده مش مكانة نادي الأهلي، مكانة نادي الأهلي دايما في الأوائل، اللعبة كلها كان عندها سرعة عزيمة، والحمد لله يعني بقينا أول الدوري يعني. واتفاجئنا طبعا بالمباراة، واحنا عملنا 45 دقيقة، 45 دقيقة فرقة وفرقة، اللعبة كلها اشتغلنا واشتغلنا كمان تحت ضغط جامد في التمرينات، واللعبة كلها يعني كانت شغالة جامد، وماتش كله ماتش زي ما بقولك ليها تمنياته، والحمد لله ربنا كرمنا يعني في الماتش وكسبنا، بس كسبنا بنتيجة كبيرة يعني. هو ده طبعا مكنة نادي الأهلي، كله بيشتغل بجدية، أي ماتش لازم ناخده بجدية يعني. هم لعبة كويسة، وهم مش لعبة كويسة مش هيبقوا موجودين في نادي الأهلي، لعبة عندها عقليات كويسة وبيتمرنوا كويس، عشان كده بيبقى ربنا كريمهم في كل حاجة. هي طبعا اللعبة الكبيرة دايما دايما لها دور كبير في اللعبة الصغيرة، اللي بيتكلموا معاهم العب ما تخافش ما يهمكش، وبرضه المدرب بيتكلم معاهم على طول، لسه كان قاعد معاهم النهارده، لازم بيبقى بيتكلم معاهم طول ما انت بتتكلم مع اللعيبه الصغيره، نفسيتها بتبقى كويس، بتقول لهم نفس اللي هم يتمرنوا يعني. بس انا يعني بحب اخش على انستجرام عادي بقى بشوف بس ما بعلقش وما بحطش في دماغي، يا ناس حلوه وناس وحشه، انا برضه ما ببصش الحاجات ديت، ويعني زي ما بقول لك يعني ماليش تعليق يعني في اي حاجه، واحنا مش بنركز في شغلنا بس، انت زي ما انت شايف طول ما انت ماشي كويس هتتشال فوق دماغك، لما بتقع ما حدش بيبص لك ولا حد بيشيلك، فمتبع انك ان شاء الله ربنا يكرمك، وطول ما انت ماشي كويس يعني الناس تبقى معاك كويس. بس ماتش المقاولين طبعا ليه اهتمامات كبيره جدا جدا، ماتش المقاولين عايز اقول لك اللي ليه اهتمامات يعني اهميته اكتر من نادي الزمالك، لان دوت اول ماتش لينا، فاول ماتش لينا بعد شغل تقيل وزي ما انت قلت مفيش اي حاجه حوالينا هنا ومركزين في شغلنا بس، فطبيعي انك لازم تركز في ماتش المقاولين عشان ربنا يكرمك في اللي بعد، بس عشان كده لازم تركز في المقاولين وربنا يكرمك، وبعد كده تركز في ماتش الزمالك. اقول لجمهور نادي الاهلي حتى يعني لو لا قدر الله بطوله الدوري ما تحسمش نادي الاهلي، نادي الاهلي عمره ما هيقع، نادي الاهلي كبير بقيمته وعظمته بكل حاجة، نادي الأهلي حاجة تانية خالص، بس إن شاء الله بإذن الله الدوري أهلاوي، وربنا يكرمنا إن شاء الله الفترة اللي جاية يعني.